هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. على ما يبدو على أن الرحيمي من اللاعبين الكبار من اللاعبين الممتازين لا فنيا ولا بدنيا. بطولة المحترفين كل سنة تقوم باختيار أحسن لاعب في الدورة أو في الدوري وأحسن لاعب بالنسبة للمحليين وأحسن لاعب ناشئ وأحسن مدرب. 2000 درهم هي قيمة الجائزة. قلنا رحيمي لاعب كبير لاعب يستحق لأنه سجل 11 هدف وأعطى 11 تمريرة حاسمة بأنه فاز بلقب أحسن ممرر في التمريرات الحاسمة وأحسن مسجل وأحسن لاعب، بمعنى أنه حقق موسما رياضيا كرويا ممتازا مع العين. العين احتلت المرتبة الثانية في البطولة بعد شباب الأهلي وبعد الشارقة في الكأس، بعد أن تعادل 1-1 وتمكنت الشارقة من تسجيل 13-12 هدفا عبر الضربات الترجيحية. نتائج مهمة بالنسبة للعيل. رابطة المحترفين تنظم سنويا هذه العملية لاختيار أحسن يشارك فيها الجمهور اللاعبين المحترفين كل مكونات البلد. رحيمي شرف نفسه وشرف المغرب. أنا كل ما أنصح به رحيمي أنه يحافظ على لياقته البدنية، لأنني تتبعته في بعض المباريات وبدا لي بعض النقص في 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 لاعبه، وهذا وقيل على ما أظن هو عدم استدعائه من طرف سير قراغي. وأنصح سي رحيمي ويتقبل مني هذه النصيحة عليه أن يجتهد، أن يواكب، أن يستمر في تحسين لياقته البدنية، لأن بما ظهر به خلال المغرب وخلال مباريات المنتخب كان يتوفر على لياقة بدنية ممتازة بسبب السن ساعده في تلك القوة البدنية. مع مرور السن والآن يدخل في ما يفوق وقيل 24 سنة، أنصحه بالمحافظة على اللياقة البدنية وبالجد وبالاستمرارية في العمل الجاد. هنيئا للسي رحيمي، هنيئا للرجاء، هنيئا لنا جميعا كمغاربة لأنه شرفنا ونتمنوا له إن شاء الله مستقبل زاهر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.